احنا اليوم كنعرفوا كنعيشوا اجواء فعاليات مهرجان الاول التسويق التضامني اللي دار باش تحت شعار الاقتصاد التضامني رهان التنميه، واللي تنظم بتنسيق مع مقاطعات مولاي رشيد اللي مشكورين على المجهودات ديالهم وعلى ماديه العون لانجاح التظاهره هذه اللي تخدم بالضروره والذات تخدم بالتعاونيات المشاركه بكثافه، حيت عرف هذا المهرجان مشاركه مجموعه من التعاونيات على المستوى الوطني، بحيث جاونا تعاونيات من خميسات، كذلك من مكناس، كذلك من برشيد، اقليم النواصر، كذلك من بن سليمان، الرباط، شمال المغرب، افران، بحيث كان تكثافة كبيرة في المشاركة ديال التعاونيات. كانوا متعطشين لمثل هذه التظاهرات بعد توقف دام أزيد من 4 سنوات بسبب جائحة كوفيد. اليوم الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية كتفتح المجال اليوم من خلال هذا المهرجان الأول للتسويق التضامني، كتفتح المجال أمام المواطنين أمام السكان ديال منطقة مولاي رشيد اللي متعطشين لمثل هذه التظاهرات باش يجيو ويتعرفوا على المنتوج ديال الصناعة التقليدية اللي كتعرف كتزخر به البلاد ديالنا. إذن البارح كانت فعالية الافتتاح اللي عرفت مشاركة فرق فولكلورية كفرقة أحواش، فرق الطائفة العيساوية ومجموعة من الفرق اللي شاركوا حجوا بكثافة باش يدخل الفرحة على القلوب ديال الساكنة وديال المواطنين ديال منطقة مولاي رشيد، حيت كان مهرجان كبير وكان مهرجان اللي مر في ظروف ممتازة جدا. كنشكروا من خلال رجال الأمن الوطني اللي كانوا حاضرين معنا هنايا، رجال القوات المساعدة، كذلك السلطة المحلية في شخصية عامل عمالة مقاطعة مولاي رشيد، السيد رئيس الشؤون الداخلية اللي يرد نياد العون، السيد قائد المنطقة كذلك، حيت أن جميع الأجهزة ساهمت في إنجاح التظاهرة اللي دارت بشراكة مع الهيئة الوطنية ومع مقاطعة مولاي رشيد ومع مجموعة من مؤسسة كمؤسسة مجيد اللي هي فاعل اجتماعي أو فاعل جمعوي. كذلك عرف هذا المهرجان مشاركة مؤسسة التمويل البنكي اللي هذه المؤسسة هذه جات بالضرورة باش تنزل خطاب صاحب جلالة دعم المقاولات في برنامج انطلاقة، واللي اليوم كنفتحوا المجال أننا جميع أمام جميع التعاونيات الانخراط بكثافة لتحقيق المشاريع ديالهم من خلال مؤسسة التمويل البنكي اللي عندها شراكة فعلية مع الهيئة الوطنية. إذا مرة أخرى فعالية المهرجان مرت في ظروف جد ممتازة ولله الحمد، وإن شاء الله ماشي هذه النسخة الأولى وإنما مجموعة من النسخ كاينة متواجدة إن شاء الله غنمشيو نسهروا على النجاح ديالها وعلى التنزيل ديالها على المستوى الوطني.